تصنف نبتة الإنكينار أو الأرض الشوكي وفقاً لتسميتها المحلية في سوريا، من ضمن الزراعات الحديثة التي دخلت الشمال السوري المحرر. نبتة يزرعها سامر رجب في بلدة مورين بريف إدلب بعد أن نقلها إليه أحد المهجرين من ريف حلب. زرعتها وعلمني عليها واحد شاب صاحبي من ريف حلب، وهو الزراعة هاي بتنزرع بأراضي حلب وبالشام، وصارت يعني زراعتها قليلة جدا هون معنا بسهل الروج، بس هاي صار لسنتين زراعة بسهل الروج ومردودة كويس منافعة، فيها منافع للجسم كتيري ولذيذة بالأكل. طريقة التسويقها نحن بنقطفها بالحبة، تنقطف وحدة وحدة ومنعدها عدد، بننزلها بأقفاص أو بجانات خضرة ومنعد مثلا الكيس فيه 30 40 حبة، بننزلها على السوق وبتنباع بالقطعة. تزرع الإنكينار في بداية شهر أيلول وتعطي ثمارها بذات العام الذي تزرع به، أما إنتاجها فيزيد تدريجيا مع زيادة عمرها، كما أنها غنية بالألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، ما يجعل لها العديد من الفوائد الصحية والعلاجية. أول زراعة أرض الشوكي جبناها قرسات وشتلناها، بعد تشتيل فردناها وركشناها وسقيناها واهتمينا فيها، ولحد الآن عم نعشف فيها، وهلق صار موسم القطاف وعم نجيب عمال نقطفها، وفي عالم تطلب منا شو نقشرها ونظبطها مشان بس نبيعها، يعني حتى الآن عم نتعيش منها وعم نرد مصروف داخلي منيح كتير، عم نتعيش فيها أهالينا وعيالنا. يعمل في هذا البستان الكثير من العمال، حيث يوفر لهم هذا العمل دخلا يساعدهم على تحمل مشقة الحياة وسط تزايد نسب البطالة في المنطقة.